أفيشات من زمن فات. سينما الشويش أفيشات من زمن فات. أيوة. نحكي على أي فيلم؟ نرجع لعام 1938 لأول أفلام ليلى مراد اللي هو ثالث أفلام محمد عبد الوهاب بيحيى الحب. المخرج محمد كريم رفض ليلى مراد لأنه كانت بعد صغيرة ومش ليدي مش سيدي. شو الأغاني اللي غنوها بالفيلم غازي؟ من أشهر الأغاني وبرق اللي رايح على فين ويد النعيم اللي انت فيها قلبي، هاي من أشهر الأغاني. وغنوا ديو مع بعض اللي هو يد النعيم وكمان دويتو آخر، خلينا نسمع. يد النعيم اللي انت فيه قلبي من بعد العذاب. أفيشات من زمن فات، نسمع كمان أغنية من هالفيلم يحيى الحب اللي قدم عام 1938، أول بطولة لليلى مراد، ثالث بطولة لعبد الوهاب. بالزبط. محمد عبد الوهاب. نسمع أي أغنية اسم الفيلم بعد ما سمعنا يد النعيم؟ نسمع يا وبر قولي رايح على فين. يا وبر